كابتن علي، انت شايف المفاوضات ما بين الاهلي والنادي الصفاقسي كانت ماشية ازاي؟ والله إن شاء الله المفاوضات قاعدة تاخذ في تقدم كبير إن شاء الله في 48 ساعة ولا أقل شوية إن شاء الله تتحسن الأمور كلها إن شاء الله. تتوقع كابتن ان النادي الاهلي هيكون مرضي طموحاتك، خصوصا بعد المستوى الكبير اللي انت قدمته في الموسم اللي فات مع الصفاقسي في الدوري التونسي؟ بالطبع واحد عمل موسم ممتاز مع فريق نادي الهلال الصفاقسي، الآن جاته فرصة باش يلعب في فريق كبير كما نادي الأهلي، حيكون شرف لي إنه نلعب على ندافع على الرأي بتاع نادي الأهلي، وإن شاء الله نكون في المستوى إن شاء الله. هل تتوقع لحقك بمباريات مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا؟ إن شاء الله كما قلت لك إن المفاوضات تقدمت إن شاء الله بشكل ممتاز، إن شاء الله نكون قريب إن شاء الله في مصر إن شاء الله. سؤالي الأخير، هل أنت متابع للنادي الأهلي، متابع للجهاز الفني وللعيبة الموجودين حاليا، طريقة اللعب، نتائج الفريق الأخيرة؟ والله في الفترة الأخيرة تابعت شوية مقابلات عن نادي الأهلي، فريق قاعد يقدم في المقابلات ممتازة لكن النتيجة ماهيش قاعدة تتبع في الأداء. إن شاء الله بالمقابلة تاع الوداد إن شاء الله النادي الأهلي ينتصر وترجع للسكة رمزي الفرق إن شاء الله. متشكر جدا يا كابتن علي، وبتمنى لك شكرا يا كابتن، التوفيق، وفي انتظارك ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا يا كابتن، شكرا شكرا. متشكر.